جينا جينا لك مشاية ورافعين الراية، ذنوب عدنا هواية. احنا بالمناسبة هاي يعني زوار الإمام رضا اللي تقصد من العراق سيرا على الأقدام لسيدي ومولاي علي بن موسى رضا، الغاية من عدها إحياء الشعيرة، شعيرة الإمام رضا. شلون خرج الإمام رضا من المدينة؟ هل خرج هو الإمام رضا بطوعة أم خرج الإمام رضا مجبور؟ الإمام رضا خرج مجبور بأيام الحكم العباسي ولحقته السيدة معصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. فإحنا أولا نواسي بيها الإمام رضا ومحنة الإمام رضا ومظلومية الإمام رضا، الثانية وبعد نواسي بيها سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الثالثة استشهاد الزهراء. فمثل ما ذكروا أخوتي هسه قبل شوية، الجو البارد يخدم الزائر. أولا الجو البارد يخدمه من هواي نواحي، لا يعرق، الثاني وبعد من يمشي ما يتعب زين. فإحنا اختارينا هذا الجو، وإحنا نشكر جميع الأخوة اللي ساهموا بخدمة الزوار من كربلاء المقدسة إلى أن نوصل الإمام الرضا، وما ننساهم وكل الأخوة اللي وصونا بحوائج، اللي ناس عندها مرضى، اللي ناس ما عندها ذرية. إن شاء الله بجاه الإمام الضامن، بحق الإمام الضامن ومظلومية الإمام الضامن، أن يشافي ويعافي كل مريض ويرزق ما عندهم ذرية الذرية الصالحة، ويحفظ قواتنا الأمنية ويحفظ حشدنا ويحفظ مراجعنا ويحفظ جميع الزوار اللي زائرة للإمام رضا بجاه محمد وآل محمد. موكبنا هاليوم اعتنى يزور أختك فاطمة، ويزورك النوب ردود، وما يهمنا الدروب ونعبر حدود، كل سنة يا مولاي يمك نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني الأعزاء من ناحية جصان، وترحب بضيوف زوار الإمام رضا عليه السلام، وأهلا وسهلا بكم. وطبعا هم من مختلف المحافظات، وإن شاء الله انطلاقهم سيرا على الأقدام ويوصلون بالسلامة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وانطلقنا من كربلاء، احنا هاي الموجودة من محافظة كربلاء، بابل، كوت، السماوة، بغداد، ومن كل المحافظات اللي جمعنا حب الحسين عليه السلام، واننا مشينا على الاقدام من كربلاء المقدسة الى وصلنا هسه في جصان. انطلق من كربلاء المقدسة الى مهران الحدودي، وعدنا بيهم انا بالنسبة لي مشيت يمكن هاي 10 مرة مشينا على الاقدام. يعني بعد الإمام رضا مشي؟ الحمد لله للإمام رضا مشي. كم سنة صار لكم تمشي؟ أنا بالنسبة لي صار لي السنة 10 سنوات. الله يوفقك ويحفظك. والله كلهم على هالطريق هذا. إيه جماعة، أقل شيء باسم بنات الحسن، هذا موكب بنات الحسن من منطقة، تفضل. هذا تأسس الموكب صار له 5 سنين. هذا الموكب تأسس باسم بنات الحسن، منطقة المهناوية، محافظة بابل، تأسس على حب الحسين وسيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. تأسس هذا الموكب على حبه للبيت، وتأسس بجهود الخيرين والطيبين. ونشكر طبعا أهل الكوت والمحافظات اللي مرينا بها، محافظة بابل ومرينا محافظة الضيافة، ونشكر القوات الأمنية اللي بالسيطرات واللي مساهمين ويانا، نشكرهم جزاهم الله خير، كل اللي ساهم ويانا بالكلام وبالدعوات، والحمد لله رب العالم. احنا العدد مالنا 62 نفر. هاي الناس كل خميس هاي الموجودة، احنا بالنسبة الأكثرية من عندنا كل خميس نمشي من طويريج إلى كربلاء ويلتحقون بينا. احنا شوف محافظة الكوت، محافظة السماوة ويانا، محافظة بغداد،
ويانا كربلاء ويانا بابل كل المحافظات ويانا. احنا اللي التحقنا بحب الحسين. اهل الحي هم الكوت، الكوت تابعين للكوت اهل الحي، الله يحفظهم ان شاء الله. الجو البارد، اي الجو البارد يخلي بنادم بنشاطه دائما. اثنين احنا هذا الوقت نطلع به نخلص استشهاد الزهراء عليه السلام، وهذا شيابنا بعد ما يبقى عندنا وفاة استشهاد الا سلام الله عليه. ماكو مناسبة بالعراق تبقى عندنا. افلح من صلى على محمد وال محمد. احنا بالمناسبة هاي يعني زوار الامام رضا اللي تقصد من العراق سيرا على الاقدام لسيدي ومولاي علي بن موسى رضا، الغاية من عندها احياء الشعيرة، شعيرة الامام رضا. شلون خرج الامام رضا من المدينة؟ هل خرج هو الامام رضا بطوعة ام خرج الامام رضا مجبور؟ الامام رضا خرج مجبور بايام الحكم العباسي ولحقته السيدة معصومة عليها افضل الصلاة والسلام. فاحنا اولا نواسي بيها الامام رضا ومحنة الامام رضا ومظلومية الامام رضا. الثانية وبعد نواسي بيها سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الثالثة استشهاد الزهراء. فمثل ما ذكروا أخوتي هسه قبل شوية، الجو البارد يخدم الزائر. أولا الجو البارد يخدمه من هواي نواحي، لا يعرق، ثاني وبعد من يمشي ما يتعب زين. فاحنا اختارينا هذا الجو، واحنا نشكر جميع الأخوة اللي ساهموا بخدمة الزوار من كربلاء المقدسة إلى أن نوصل الإمام الرضا، وما ننساهم وكل الأخوة اللي وصونا بحوائج، اللي ناس عندها مرضى، اللي ناس ما عندها ذرية. إن شاء الله بجاه الإمام الضامن، بحق الإمام الضامن ومظلومية الإمام الضامن، أن يشافي ويعافي كل مريض ويرزق اللي ما عندهم ذرية الذرية الصالحة، ويحفظ قواتنا الأمنية ويحفظ حشدنا ويحفظ مراجعنا ويحفظ جميع الزوار اللي زائرة للإمام رضا بجاه محمد وآل محمد. وآخر دعوانا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حجي ما سولفتنا ايش قد تستمر الطريق معكم؟ المسير مالتنا يستغرق نوبات، المسير مالتنا 50 يوم، نوبات 60 يوم، نوبات 60 يوم، نوبات 60 يوم يستغرق المسير مالتنا، ونوبات 50 يوم. يعني ورا عندك يعني هالطريق نوبات اكو ثلوج، نوبات تساقط امطار زين، وهال من الحدود يعني. من الحدود يعني للإمام الرضا 50 تقريبا، من الحدود يعني، يعني من الحدود ومن غير العراق، يعني العراق ما محسوبة. نطلع احنا من كربلاء المقدسة، الانطلاقية من كربلاء المقدسة من حضرة الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس سيرا على الأقدام إلى أن نوصل مهران الحدودي، وبعدين ننطلق من مهران الحدودي إلى السيدة معصومة، ومن السيدة معصومة إلى الإمام الرضا. شهرين نستغرق ونوبات أزد ونوبات أقل، يعني وراء الأمور اللي تصير زين. الظروف الجوية شو المشاكل اللي واجهتوها بالطريق؟ ماكو مشاكل، مشاكل معوقات ما تحدث إن شاء الله، الحمد لله والشكر، لأن الإمام يسير ويانا، الإمام يسير ويانا، رعاية الإمام ويا الزوار من انطلاقتهم من كربلاء المقدسة إلى أن يوصلوا للإمام. الدليل سنة من السنين احنا طلعنا بال2013، فسرنا احنا كان عددنا قليل بوقت 20 واحد، فمن سرنا وصلنا لحضرة الإمام رضا استقبلنا رجل مثل وجوهكم الطيبة، قام لنا بالخدمة وقابلنا بالهزمة. فمن كمل طرنا بالطيارة وكملنا ليسولف لنا هو بعد من اجل الإمام الحسين ينقل السالفة، هو هذا الشخص يقول اني دز علي الشيخ الحديدي موجود بمشهد، قال ابو حيدر ليش هالجفاء يجون زوار علي بن موسى رضا وما تعطيني علم اقبلهم زين. قال سيدي شيخنا انا استقبلتهم، اعطيتهم 3 وجبات اكيل منام كذا هاي. قال انت ما تدري اللي انا شفته، انا شفت 12 امام معصوم يخدمهم وسيدتي ومولاتي فاطمه الزهراء تسقيهم الماء زين. فهواي روايات، هواي روايات. انا احد من الناس صارت وياي بال2012 من نجيت وصلنا تقريبا كرمنشاه،
ثلجة، يعني بينا عددنا 150 واحد، صادف الهلاك مالتنا يعني موت محقق، انقطعت الرؤية علينا، السيارات بعيدة، بعد ما نشوف بعد ما ندري، يعني قام ما حد يشاهد للثاني، يعني ودعنا هذا الحكي. بس بعدين من وصلنا مشيئة الله وأهل بيت الرحمة، قام شوي شوي انفتح الطريق، شوي شوي انفتح الرؤية، الآن آخر شيء نشوف أثر أقدام، أثر أقدام حافي بالثلج، ورا ما انكشفت نشوف ماكو شيء. وصلت نفس اليوم شفت منام، اللهم ربي يحفظ الزوار ويحفظ جميع الخدمة، شفت عد بيت محترق، وأصيح يا علي بيتي، يا علي عيالي، يا علي يا علي. بهالمتنا اجى خيال، اجى نزل طب بنص عياله، طلعهم واحد واحد، زين طلعهم واحد واحد. ورا يومين خابروني اهلي، قالوا اكو موضوع خاف نقول لك بيه، قلت لهم لا انا ادري انتم طلعتوا سالمين. قاموا يبكون، قلت لهم انا ادري النار هيك سوت وكذا وكذا. لما وصلت البيت فعلا لقيت البيت محروق، بس بقدره الله طالعين سالمين، لان الامام رعايه الامام من تطلع، من تطلع من بيتك والشد العزم الى ان توصل علي بن موسى رضى هو وياك. واحنا نشكركم ونشكر تغطيتكم. الخدمات الحمد لله والشكر، الخدمات لا، احنا اكو مواكب واكو بيوت واكو حسينيات تستقبلنا، واكو ناس واكو ناس تستقبلنا وتقوم بالخدمه، والحمد لله والشكر. كانما بالعراق، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. سنه عن سنه زيد ان شاء الله الخدام. ابو عباس فارس عبيد من اهالي الحله، الله يسلمك. خادمك ملا يوسف العبودي ناعز الزهراء، الله يسلمك. هذا الخدام والزوار يعني هي مشت مثل ما يقول، وأنا ابنهم، يعني الضيف اللي يستقبلونه، اللي الناس خيرة وتتلقانه من مرة إلى طفل، بيوتهم مفتوحة إنه الله شاهد أطفالهم، فالعالم كليته ناس تستقبلنا بخير وبركة، بركات صلاة على محمد وآل محمد. خادم يلا ما حسين يلا، اريد الكل يصيح حسين يا حسين، يلا حسين يا حسين، بعد حسين سمع الحسين، بعد حسين يا حسين مولاي يا حسين، سمع امامك السلام على الشيب الخضيب حسين يا حسين، بس الليله يما باكر انت عابر حسين يا حسين، السلام على الخد التريب حسين يا حسين، حسين يا حسين، يا وسيلة وسيلة خل دمعيك تمجرى، خل دمعيك تمجرى، ما 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 وسيلة وهاك اخذ القلب مني، هاك اخذ القلب مني مني، وسيلة وسيلة غير حسين ما عدنا، والله غير حسين ما عدنا ما عدنا ما عدنا وسيلة. ما أبو علي وكلها تقول لك أريد أن وقفتك يا ابن الزكية، يا وريد أن وقفتك يا ابن يا 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 الزكية، إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفت هذجيله، وغدا وغدا يبدون ناسا منيعا، هذه هذه أراهنا فيه جميعا،
جميعا والذنوب والذنوب جفت هذه موكبنا هاليوم اعتنى يزور اختك فاطمة ويزورك النوب ردود وما يهمنا الدروب ونعبر حدود كل سنك يا مولاي يمك نعود موكبنا هاليوم يعتنى موكبنا هاليوم يعتنى يزور فاطمة ونزورك النوب نريد يا بن حدار يا صنديد ونزورك النوب نريد يا بن حدار يا صنديد زوارك مرادي تريد زوارك مرادي تريد زوارك مرادي تريد زوارك جينا جينا لك مشاية ورافعين الراية ذنوب عدنا هواية كلمات أبو تحسين الله يوفقه ذنوب عدنا هواية ونكلفك احنا بهاية وجروحنا لامت هيد والريد منك امراد والريد منك امراد خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد وقبل لا نختم احنا نشكر اهل بدرة ونشكركم اول شيء اعلامكم الله يوفقكم جصان العفو ان شاء الله وبدرة همين كل والله كل الهاي فاللي ساهموا وكل الخدام والريد لهم ان شاء الله احنا منا نهدي لهم صلاة على محمد وآل محمد وما ننساهم بالزياء السيارات والخدام والزوار واللي يوصونا وان شاء الله ما ننساهم لا بالقدم اللي نمشيها ولا بزيارة اللي ننسيها وين ما نطب حتى اللي ما يوصوكم هم انتم ما هي أمة محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد.